اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. اسألوا قلبي فقلبي. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في ذات يوم كان نبينا صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابة، فجاء شاب وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، أعوذ بالله. شاب يقول ائذن لي في الزنا، أنا عاوز أزني بس بإذن. الصحابة انزعجوا جدا من الكلمة وهموا أن هم يقعوا بهذا الرجل، ماذا تقول؟ ائذن لي في الزنا؟ فالرسول قال: دعوه. ثم قال: أدنه، تعال قرب كده. فحتى جلس هذا الشاب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، لم أرى أحسن منه ولا خير منه معلما مربيا صلى الله عليه وسلم. ثم قال للشاب يكلمه، قال: أتحبه لأمك؟ يعني أترضى أن تزني أمك؟ أتحبه لأمك؟ الشاب انزعج، قال: جعلني الله فداك يا رسول الله، لا والله لا أحبه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يحبونه أو لا يرضونه لأمهاتهم، أتحبه أو أترضاه لابنتك؟ قال: جعلني الله فداك، لا والله لا أرضاه لابنتي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أتحبه لعمتك؟ قاعد يقول له عمتك، خالتك، وهكذا. والشاب كل مرة يقول له: جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أحب. يقول له: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، لخالاتهم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الحديث قال له إيه؟ مسح على صدره وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الصحابة: فكان هذا الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء. سبحان ربي العظيم. طهر قلبه، نعم، اللهم إنا نسألك القلوب الطاهرة. القلوب يا إخواننا نوعين: قلب طاهر وقلب نجس أعزكم الله، قلب طاهر وقلب مليء بالدنس والخبث والنجاسات، هكذا القلوب. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم طهر قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا دعاء نبوي، أن الله تبارك وتعالى يطهر قلب العبد. الله عز وجل قدوس. قدوس يعني إيه؟ قدوس يعني مطهر عن كل عيب، عن كل نقص. الكمال كله لله عز وجل، لا يضل، لا ينسى، لا يظلم، تبارك وتعالى قدوس، مطهر عن كل عيب، مبرأ عن كل عيب، منزه. وهو كذلك الله تبارك وتعالى أراد لي ولك الطهارة. قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. يعني ربنا عز وجل ليه شرع الصلوات؟ ليه شرع الزكاة؟ ليه شرع العبادات دي كلها؟ لأجل غاية، أن تطهر هذه النفس، أن تطهر الطهارة. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، يبقى ربنا يريد لك الطهارة ويحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني من أسباب محبة ربنا للعبد أن يكون عبد طاهر. ثم الله عز وجل حجب معاني القرآن عن القلوب الدنسة. أقسم بالله غير حانث، لا يمكن أن ينتفع بالقرآن قلب نجس، قلب اللي مليان بالنجاسات، مليان بالخبث، هذا إنسان لا ينتفع بالقرآن. الدليل قال عز وجل عن القرآن: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. المس هنا يشمل حاجتين: المس اللي هو المس، وإن المعنى يمس القلب. كل ما تلاقي فيه حائل ما بين قلب العبد ومعاني القرآن ومواعظه، يبقى القلب ده فيه دنس، فيه نجس، قلب ما هوش صافي، مش طاهر. طيب إيه الأسباب اللي بتخلي القلب يتنجس أو يجيله دنس؟ أول سبب وأخطر سبب الشرك. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هو المشرك نجس، نجسة عينية
يعني لو انا مثلا قاعد في الشغل ومعايا واحد كافر شرب من كوبايه مثلا، معايا كوبايه شرب منها ميه، هل كده تنجست اعزكم الله زي الكلب يعني؟ ابدا. نجاسه حسيه ما حصلش. امال ايه معنى انما المشركون نجس؟ النجاسه هنا نجاسه الشرك. بعض الناس طبعا للاسف اول ما يسمع الايه دي خلاص انا بره الموضوع. لا يا اخوانا، الشرك ده نوعين. الشرك معناه ايه؟ ان الواحد يجعل لله شريك. نوعين شرك اكبر، كهؤلاء الذين يعبدون مع الله عز وجل آلهة اخرى. واضح الامر. النوع الثاني كل طاغوت دخل قلب العبد فصرف العبد شيئا لله وحده لهذا الطاغوت، هذا اسمه شرك. حتى ان في نوع منه اسمه الشرك الاصغر. الشرك الاصغر نجاسة خبث. اللي هو ايه الشرك الاصغر؟ اللي هو يسير الرياء. ان واحد يقوم يصلي الله اكبر، مش بيصلي غير ربنا، لا بيحسن الصلاة عشان ثناء الناس، ده اسمه شرك. اهو ده يا اخواننا سبب من اسباب تنجيس القلب، تدنيس القلب، تلويث القلب. واحد متعلق بغير ربنا، يعني واحد تلاقيه مثلا معتمد على ان فلان اللي يعرفه ده هيجيب له منفعة، فمتعلق بيه ومرتبط بيه، واول ما فلان ده مش موجود يبدأ يجيله اضطراب، ده اسمه ايه؟ اسمه شرك. تعلقت بغير ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اصل الشرك. عشان كده سيدنا ابو هريره في يوم من الايام، ابو هريره ده يا اخوانا كان يعني ماشي مع نفسه في كل وقت، عايش لمهمه واحده بس، ان هو يسمع الحديث ويحفظه، عايش على كده. فالمهم في يوم من الايام نفسه شافه في احد السكك في المدينه، الشوارع، ابو هريره جات عينه في النبي صلى الله عليه وسلم، مشي ما وقفش، سبحان الله. فشيء عجيب جدا. بعد فتره زمنيه صغيره كده ابو هريره جه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما لك يا ابا هريره لما رايتني انخنست مني؟ ليه جريت وما وقفتش؟ مش عادتك يعني؟ قال له يا رسول الله كنت جنبا، كان عندي جنابه يعني. قال له الكلمه الجميله قوي، قال له يا ابا هريره ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس. النجاسه دي نجاسه الكفار، نجاسه المشركين، انت كمؤمن لا تنجس. اذا اول سبب من اسباب الشرك، من اسباب النجاسه ايه؟ الشرك بالله عز وجل، حتى لو كان شرك أصغر. السبب الثاني، وهذا من أخطر الأسباب، سماع الباطل، سماع الباطل أو قراءة الباطل. سماع الباطل، ربنا عز وجل قال عن اليهود إيه؟ قال سماعون للكذب. سماعون لإيه؟ للكذب. من نعيم الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. في فرق ان انا اسمع كذب وانا غصب عني، مثلا قاعد في ميكروباص، قاعد في مكان معين مش عارف اقوم، واحد عمال يختلق الاكاذيب اما على الله او على رسوله او ومش قادر اقوم، كذب باطل عمال يلقى على الناس. طبعا اذا الانسان وضع في هذا الموقف لازم يفارق المكان، ان استطاع ما فارقش يبقى غصب عنه. طب واحد بقى قاعد بيسمع الكذب بمزاجه، بيقرا الكذب بمزاجه، ربنا قال في القران ايه؟ قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. بعدها قال إيه بقى ربنا؟ اسمع، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يا الله، أهو الناس دول الله لم يرد أن يطهر قلوبهم. قلت لكم ان الطهاره بتاعت ربنا سبحانه وتعالى هو ليطهر القلب من خبثه ودنسه. هم دول بقى لما لوثوا نفسهم راحوا حطوا نفسهم وسط الباطل ويسمعون الاكاذيب ليل نهار. يبقى ما تزعلش بقى لما قلبك يتلوث بهذه الاشياء النجسه. اذا سماع الباطل تنجيس للقلب، تلويث للقلب. الشيء الثالث من اسباب نجاسه القلب ايه ودنس القلب ايه؟ الذنوب يا اخوانا. الذنوب مره ثانيه اهو، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شرح ما أحل إلا الطيبات. كل شيء ربنا أحله ده شيء طيب طاهر، وكل شيء حرمه ربنا عز وجل أو حرمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء خبيث. ربنا قال بيصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل لفظة ربنا حرمها خبيثة، كل قولة ربنا حرمها خبيثة، كل أكلة، كل فعلة، كل عمل
جه في تحريم خبيث، وبعض الخبث أخبث من بعض. يعني إيه؟ يعني بعض المعاصي، المعاصي كلها خبيثة أهو، لكن في بعضها أخبث، خاصة الفواحش. عشان كده ربنا عز وجل قال عن سيدنا لوط إيه؟ قال فنجيناه أو نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، اللواط أعزكم الله. عشان كده لما حصل وسيدنا لوط وقف يقول لهم أتأتون الذكران من العالمين؟ قالوا إيه؟ من البجاحة بتاعتهم، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إيه الجريمة يعني؟ إنهم أناس يتطهرون. يا أخي عجيب والله، يتطهرون يعني أنتوا عارفين إنها نجاسة وخبث؟ آه، بس عجبهم الوضع، عجبهم التلويث اللي هم فيه، العفن اللي هم فيه. ربنا قال عن الزنا، قال إيه؟ لما تكلم بقى في آية سورة النور وبرأ ستنا عائشة، فأراد إن هو يقيم الحجة على إن عائشة بريئة رضي الله عنها وأرضاها، قال إيه؟ قال الخبيثات للخبيثين. يعني الخبيثات دول اللي هم مين؟ اللي هم الزنا من النساء. فالزنا خبث. عشان كده المرأة الصالحة اللي هي عملت الزنا وجات تتوب قالت إيه؟ قالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فطهرني. هذه المعاصي الفواحش دي خبث، ينجس قلبك، ينجس قلبك. تتعرف إن القلب يزني؟ القلب يزني إزاي يعني؟ قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزن العين النظر، والقلب يزني يا الله وزن القلب التمني. لما القلب العبد يتمنى فعل الحرام أو ده قلب زاني، نعوذ بالله. إذن في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اجتنبوا هذه القاذورات، المعاصي سماها إيه؟ قاذورات. عارف الزبالة؟ أعزكم الله. ما الواحد بيبقى عايش إزاي في الزبالة دي؟ ما خلي بالك الواحد لما يعيش في مستنقع زبالة وتمر عليه الأيام بعد كده ما تفرش معاه الريحة. عارف واحد شغال مثلا في معمل دبغ، الريحة قذرة جدا، بعد 4-5 أيام شهر ولا حاجة بيحصل له إيه؟ خلاص بيتعود على الريحة، بعد 2-3 شهر بيستمتع بالريحة القذرة دي. اجتنبوا هذه القاذورات، سبحان الله. فالمعاصي قذر. طيب أنا بقى عشان يعني أطهر قلبي أعمل إيه؟ واحد، سل الله عز وجل أن يطهر قلبك، قل اللهم طهر قلبي، اللهم طهر قلوبنا يا رب. واحد، فالتطهير الله عز وجل هو الذي يفعله بالعبد. 2، عشان أطهر قلبي طب إلى الله عز وجل، التوبة. من العجيب في الحديث إن الواحد لما يتوضى بيقول إيه؟ بيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني ربنا ربط، أو نفسه ربط ما بين التوبة والطهارة. إذا كانت القاذورات اللي هي المعاصي بتلوث القلب، اطلع من ده بالتوبة، اطلع من ده بالتوبة. إذن التوبة تطهير لهذا القلب. 3 بقى، 3، ابتعد تمام البعد عن كل ذنب وأسباب الذنب. أقول تاني، اللي عاوز ربنا يطهر قلبه مش هقول بقى يخش في الذنب، مش بيبعد عن الذنب، لا، بيبعد عن الذنب وكل ما يؤدي إلى هذا الذنب. ربنا قال في القرآن بقى، اسمع كده الآية الجميلة دي وبقى نختم، قال تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا، بيكلم الصحابة يعني بيكلم الصديق وعمر وعلي وعثمان وطلحة الكبار، سألتموهن اللي هم مين؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم يعني لو أنتم رايحين عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعاوزين طلب من عنده يعني، فعايزين طلب، واللي كلمتكم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى، أطهر نساء العالمين وأطهر رجال العالمين. ربنا بيقول لهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه يا رب؟ ليه؟ ذلكم إيه؟ أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ربنا مش بس بيدور لك ويبحث لك عن الطهارة، لا، ده الأطهر. يعني واحد يقول لي ينفع أخش على الفيسبوك وعلق لواحدة يا مولانا؟ ينفع؟ حرام ولا مش حرام؟ أنا مش بكلمك على الحرام دلوقتي، أنا بقول لك ده أطهر ولا بتوقع نفسك في مكيدة وفخ شيطاني؟ ابعد يا عم. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى الإنسان فعلا الحريص على قلبه كما قال تبارك وتعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان خبيث ويأخذك بقدميك إلى هذا الخبث، فانجو يا عبد الله. صلى الله عز وجل أن يطهر قلوبنا أجمعين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي.
إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب.